استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الاسخير هذا اليوم سعادة السيد جاستن هيكس سبرل سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى المملكة واستعرض العاهل المفدى مع السفير الامريكي العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين الصديقين معربا جلالته رعاه الله عن اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية قوية والتي تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتنسيق الوطيد والعمل المشترك منوها بما يشهده التعاون الثنائي من ازدهار وتقدم مستمر في العديد من المجالات وأكد جلالة الملك المفدى تطلع المملكة وحرصها الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات العريقة بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين كما أشاد جلالته بالدور المحوري الذي تطلع به الإدارة الأمريكية على الساحة الدولية وجهودها الفاعلة في إرساء دعائم الأمن والسلم الإقليمي والعالمي وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة لجهود السفير جاستن سبرل في تعزيز وتنمية علاقات البلدين الصديقين فقد تفضل جلالته رعاه الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى وقد أعرب السفير الأمريكي عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على منحه هذا الوسام مثمنا الدور الكبير لجلالته ودعمه المتواصل لتوثيق وتطوير علاقات الشراكة المتميزة وروابط الصداقة البحرينية-الأمريكية.